поэтому сегодня мы обсудим с вами и вопросы ближневосточного урегулирования, палестино-израильского диалога и все другие вопросы. Еще раз рад вас приветствовать. Республику, я с вами полностью согласен, это был его гостеприимство и теплый приезд. Над Русия Алием, над Кабилюхой Арабия, Суаль Муаджих или Сиедат Махмуд Аббас. ما هو تقييمكم للانتخابات المخططة من قبل؟ الانتخابات إذا كنت تقصدين الانتخابات الفلسطينية فنحن مصممون على عقدها في أقرب فرصة ممكنة وذلك حسب قانون الانتخابات لتكون انتخابات تشريعية ورئاسية في وقت واحد. Если вы имеете в виду выборы на Палестине, в том понимании, что выборы в палестинский законодательный совет и президентские выборы на палестинских территориях должны проходить одновременно. بالنسبة لزيارة جمهورية شيشان, نعم, كنت في الحج قبل أسبوعين والتقيت مع السيد رمضان كادروف رئيس الجمهورية وتداولنا حديثا معمقا حول مختلف القضايا ثم دعاني إلى زيارة غروزني وأنا لبيت هذه الدعوة بكل الاحترام وكل التقدير وفعلا زرت غروزني وتمتعت بهذه الزيارة. بهذه المناسبة بالنسبة لموسكو اليوم أمس أجريت حوارا لمدة ساعة مع مندوبكم وأعتقد أنها تلبي كثيرا من الأسئلة المطروحة في الساحة.